بدرس فرنسي لان اللغه تقريبا المستخدمه في الكليه هي الفرنسي والعربي. نادي الاعلام الاجتماعي بشكل مقتضب طبعا في حضرموت هو نفس مجالات نادي الاعلام الاجتماعي في تونس. الميزه اللي في نادي الاعلام الاجتماعي اللي في تونس هم معهم تصريح رسمي من نادي الاعلام الاجتماعي اللي في امريكا. احنا ما زلنا نحن في عام 2015 بدينا يعني، فاحنا حديثي بعهد، ما زال يعني ليست لدينا اي تصريحات من نادي الاعلام الاجتماعي في امريكا الرسمي، لكن يخدمون من غير تصريح. نحن من غير تصريح، وما من غير تصريح احنا من غير احنا اتخذ تصريح ما خلصناش مش لكن معترف بكم في البدايه. فموضوع السوشيال ميديا بشكل عام يعني ما له اي حدود. السوشيال ميديا بشكل عام سواء كنت في تونس سواء كنت في اليمن سواء كنت في امريكا سواء كنت في اي مكان في العالم ممكن تشتغل كل مجالات السوشيال ميديا من اي مكان وباي لغه. كل اللغات مهمه في السوشيال ميديا بشكل عام، لانه عندنا الاستهداف او الفئه المستهدفه، فانت محتاج كل الفئات او اغلب الفئات الموجوده في العالم سواء كانت العربيه او غيرها من اللغات الاخرى. ايضا الاعمار مستهدفين جميع الاعمار، لانه السوشيال ميديا بشكل عام هي اكثر اللي يستخدموها في التسويق سواء كان السلعه او الخدمه، وكل الخدمات وكل السلع الموجوده اللي عندنا يستخدموها اغلب الشرائح الموجوده سواء كانوا الاطفال او المراهقين او الصبية او غيرهم من الراشدين او الاشخاص الكبار. السوشيال ميديا اللي بتاعنا او النادي الاعلامي الاجتماعي اللي بتاعنا في اليمن نفس الاليه اللي يخدم فيها نادي الاعلامي الاجتماعي في تونس، دورات، نشاطات، فعاليات، علاقات مع الغير، يعني خلق تعاون معهم ايضا. حاب فقط اللي اقول لكم فيه يعني نصيحه قلتها للدوره اللي قدامكم اللي قبلكم، فحقيقه يعني شفت انا في نادي الاعلامي الاجتماعي في تونس اداره تخدم يعني جهود غير عاديه، يعني يسهروا يشتغلوا يخدموا من قلوبهم يعني ويقدموا شيء للمجتمع التونسي. اتمنى من جميع الحاضرين سواء كان اللي في تونس او الغير تونسيين الموجودين في تونس يساعدوهم بكل طاقاتهم، يعني يخدموا باشياء ما تتصوروها. فانا لي كم يوم يعني عشت معهم وشفت اشياء حقيقه يعني يشكرون عليها بجد. فاتمنى من الجميع التعاون معهم وايضا كلنا معهم في صفهم ان شاء الله. هذا اللي معي، شكرا. صح عبد الله، الله يبارك فيك. حابش تحل الباوربوينت دونك اليوم معنا دوز اكسبير بارمي دي ميور اكسبير كون بو اسبيري. فوالا بارمي نشكر برشا صغير عبد الله على الدفع تاعو. اليوم اون فا بو لا بروميير فوا اون تونيزي اون فوا ان سيجي تري انتريسون على الاخر اللي هو لاسيكسو اللي هو لاسيو سيرش اكسبيرينس اللي هو كيما تعرفوا اليوم في تونس اكثر حاجه تدخل فلوس في تونس راه موسوشيال ميديا مش كوميتي مانجمنت. اكثر حاجه تدخل فلوس هما سيسون لي سيت مارشون لي سيرفيس اون لين. معناها انا vous n'avez pas aucune idée à quel point le commerce اليوم في تونس يلقى فوق à quel point contenu معنا سلام تجيش اليوم سلام ورك بي اللي مارك بليس نتاع ديريكت ويب دخل فلوس ولا ورك بي لا تعرف ورك بي ولا ورك بي بوانت بلاتفورم اللي جيت فيها يجي فيها واحد يطلب ريدكسيون تاع ارتيكل يحط فيه فلوس ويجي هذاك الويب يقول سيرفيس معناها لي زارتيكل تاع 300 500 مول تو رابورتي على العباد دو 20 دو 20 حتى 200 دينار انت والتيب تاع ارتيكل انت والتيب تاع الكليون سي تا تخوك ريال مش معناها نظلمو لا حد شيء. اجوردي لي سيت ويب سي لانتيخي نمبر 1 نتاع لي جون والشركات اللي يحبوا يعملوا امباكت، اللي يحبوا يعملوا بزنس بالحق. اجوردي السوشيال ميديا سي تا ليفي يعاون، سي بروبولسور، بابوستي فوتر بريزونس، مي سي با لوبجيكتيف. اليوم دي سي كيما طياره بجوميا بالديل وفونغو، ديرنييرمون لاحظتوا حاجه ولا توا حاليا قاعده حاليا توا كارفور مونوبري قاعدين يغليو من الداخل. علاش يغليو من الداخل؟ على خاطر عرفت كنت بعض الحكاية اللي مركز جينيرال شراو فورا بون كوم، عرفت فورا بون كوم ولا؟ فوا
فونا كون كوم سيت اي كوميرس عامل واحد فونا اف او اي ان ا كون كوم نعرفش ما نتاعو سي هذا اللقب نعرفش ما نتاعو فونا دونك توا قلت لهم هما شراو السيت فونا اول حاجه عملوها كارفور ومونوبري ايزون كومونسي ا ديفلوبي لو بروبر سيت اي كوميرس كلموني انا على الخوتين شكركم عليكم وانا قبلت ولا انترميديير باهي دونك ديكو اليوم لاسيو اللي او سونتر نتاع سيت ريفوليسيون كي اونتران دو توشي تو لي سيكتور سون بريسيدون اللي هو الحاجه لازم تصير اي بور لاسيو يتسمى حاجه اكيس كيفاش معناها لا اون اونتران دو فوار دو نوفيل تكنولوجي سيرجير تعرف التكنولوجي قاعد نتعطوا بالبلاد هي اليو اكس UX, il est en train pas seulement de changer, pas seulement en train de changer l'industrie digitale, il est en train de changer toutes les industries. Pour le chien, déjà, je peux comprendre, je peux comprendre ce que ça a l'air. Allez, je vais le faire. اكسبيرت اون اس يو انفورماتريس تقري في اف سي سبيكس اش سي سبيكس سمحني سمحني يخلصوا اكثر ولا الاسئله على كل اف سي يخلصوا اكثر ولا قول لي ولا اللي تم سي هو اللي تخلصك فوالا دونك ومعانا انسان اللي بوسا كون نعيطولو تو كور مروان يو اكس معناها ان دل على شيء فهو يدل اكسبرتيز دونك مروان يو اكس قال لي برشا برشا على راوي Developer.
نحكي عن